عمرتي، سلام عميرتي، نتمنى تكونوا كامل ملاح وكامل لاباس. نقول لكم صحه فطوركم حبيبتي، باسكو هاد لا فيديو راح نحطها من بعد شقان الفطر. دونك حبيبتي، هاد لا فيديو اللي كنت وعدتكم قبل رمضان اني نصورها لكم ونحطها لكم، ولكن للاسف ما قدرتش وما لحقنيش الوقت. مي قلت معليه نديرها لهم في رمضان، معليه بالك راح يستفادوا. دونك البنات اليوم راح نعطيكم نصائح كيفاش تولوا تحبوا الصالات تاعكم وما تفرطوش فيها، وتاني تصلوها في وقتها وامنتو تحبوها. دونك البنات الى حبيتوا تعرفوا هاد النصائح معليكم غير تكملوا الفيديو حتى للاخر وديروا مشاهده كامله حبيبتي، باسكو كل نقطة فيها حاجة يعني راح تفيدكم. ألوغ حبيبتي، أول حاجة نقولكم شوفوا كي تصلي ما تصليوش باش غير باسكو راهي فرض وركن من أركان الإسلام. دونك حبيبتي كي تصليو صليو حبا لله سبحانه وتعالى وشكرا له لما أعطانا من نعم، وكما نعمة انك راكي تشوفي وراكي تمشي وراكي تنوضي وراكي تخدمي خدمتك وراكي تقراي، هذه نعم كبيرة وكبيرة، باسكو كاين الناس راهم مفتقدين لهاد النعم. ونعمة تاني انك راكي بين عائلة وراكي مع والديك وخوتك وداركم، يعني نعمة كبيرة بزاف اللي ناس تاني راهم مفتقدينها. تاني حاجة حبيباتي، خصو مكان للصلاة تاعكم. بون باغ اكزومبل لي ما عندكم هكا اون مكان صغير هكا في لا شومبر تاعكم، حطوا فيه السجادة والسبحة وملابس الصلاة والمصحف تاعكم. وتاني البنات من الافضل من الافضل انهم يكونوا تاعكم نتوما برك تستعملوهم، هذه كي الى عندكم الامكانيات. الى ما عندكمش حبيبتي ما كاش مشكل، معليش مع اختك مع ماماك، ليسونسييل يكونوا نضاف وخاصين غير بالصالات وبيكم. ولكن انا بالنسبه ليا هاد الحوايج نشوفهم دي شوز بيرسونيل، دونك حاجات شخصيه وكل واحد كيفاه يشوفهم. حبيبتي تاني نقول لكم عطروا السجادة تاعكم ولا ملابس الصلاة تاعكم طاقم الصلاة تاعكم بالريحة اللي تحبوها، باغ اكزومبل انا نحب هاد الريحة نعطرهم بها. دونك البنات رابع حاجة ما حوليها، شتي كي اذن هاك وانتي مازلتي قاعدة في التليفون ولا راكي ديري في حاجة ولا كي قاعدة تكونيكتي، على بالنا بلي نجوزو وقت كبير وبالساعات وبالسوايع وحنا في التليفون كونيكتي يوتيوب انستغرام فيسبوك اكسيتيرا. دونك لي ريزو سوسيو يديولنا بزاف من الوقت تاعنا، ولانهم لحد انهم وصلوا اننا ما نصليوش صلاتنا في وقتها، نقولوا معليش نزيد نقعد شويه نزيد نقعد شويه حتى يروح وقت الصلاه. ومن الافضل كيما يقول لك صلاة في قال الله تعالى صلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها. دونك البنات كيفاش تصلي صلاتك في وقتها؟ شتي انت راكي قاعده هك في التليفون تاعك غير تسمعيه اذن، تفكري عندك ضمير حبيبتي، ضميرك ينبك جو بونس، تفكري هك قولي صح انا نعدي وقتي بزاف بالسوايع في التليفون، بصح باش نوض نصلي زوج ركعات ولا ربع ركعات تاع الصلاه اللي راهي فريضه واننا نشكر ربي سبحانه على النعم تاعنا ما نوضش. علاه؟ نو ديري العزيمه ونوضي باسكو اتوضاي صلي صلاتك في وقتها وعاودي ولي الحاجه اللي كنتي راح ديريها، باسكو والو ما راح يهرب ولكن وقت الصلاه راح يروح وقتها. وكما نعرفوا يا البنات الدنيا راهي فانيه ولا غير راهي فانيه، ما راناش رايحين نبقاو غير في هذه الدنيا، يعني اللي يخدم في الدنيا يخدم للاخره تاعو، هذه هي حبيبتي. دونك شتي كي او ميم طون كاين بزاف اللي
كي انا وحده من الناس يا البنات اللي كنت كي نصلي بالزربه وكي نقرا الصورات نقراهم بالزربه يعني فيت في. ومن بعد وليت نتحكم في نفسي ونقرا سوره الفاتحه بتمعن كبير، ولازم تركزوا وتكونوا تركزوا مليح في الصلاه تاعكم كي تكونوا تصلوا حبيباتي. وبالنسبة للصور الثانية بعد سورة الفاتحة، يعني البنات لازم كل مرة بدلو، كل مرة بدلو، ما تبقاوش ديما هادوك الصور اللي تقولوهم. باغ اكزومبل تقولوا سورة الإخلاص ديما، اها بدليها حبيبتي، الا ما كيش حافظاتيهم معليش احكمي المصحف تاعك احفظيها قبل كل صلاة، تجبديها اقرايها مليح احفظيها. وهذا ما كان حبيباتي باسكو كي تكونوا ديما مع هذيك مع نفس الصوره ما راحش تركزوا في القراءه وراح تكون قراءتكم اليه يعني بالزربه. دونك حبيباتي واش راح نقولوا؟ اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم. ان شاء الله يا ربي ربي يهدي كل مؤمن ان شاء الله. البنات هكذا كنا لحقنا لافين تاع الفيديو حبيباتي، نتمنى انكم استفدتم النصائح اللي مديتها لكم. معليا غنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.